خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني ودراسة جديدة بتتكلم عن خطر التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة البرية في العالم. النتائج اللي توصلت لها الدراسة بتوضح إنه النبات والحيوان مهددين بالخطر ومعرضين أيضا للانقراض. مؤتمر قمة المناخ كوب 27 اللي هينعقد في مصر خلال شهر نوفمبر اللي جاي هيطرح على أجندته مجموعة كبيرة من القضايا المؤثرة على العالم المناخي، ويمكن بدأ بعض الباحثين والمؤسسات العلمية المتخصصة تشتغل على كتابة دراسات عن بعض الإشكاليات اللي بتواجه التغيرات المناخية. آخرها كانت دراسة جديدة وصلت لنتائج بتأكد إن الحياة البرية في العالم ممكن تواجه خطر أكبر من اللي يعرفه العلماء لحد دلوقتي. الدراسة بتقول إن العلماء قدروا يقيموا وضع 147 ألف نبات وحيوان مهددين بالخطر ومعرضين للانقراض. من بين الأنواع دي نوع اسمه الحوت القاتل ذو الأسنان البارزة، وحيوان تاني اسمه أرماديلو أو المدرع في الأرجنتين. ده غير إنه في 200 نوع من الخفافيش في كل أنحاء العالم مهددين بنسبة كبيرة برضو بالانقراض. العلماء اللي اشتغلوا على الدراسة دي بحثوا في 7699 نوع من الأنواع اللي معرفوش يقيموا وضع انقراضها بالشكل الكافي، وقالوا إن في 56% منها بتواجه ظروف من المحتمل تخليها معرضة لخطر الانقراض، منهم 28% قدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة، ده غير إنه في ملايين من الأنواع النباتية والحيوانية اللي معرفوش يدرسوها. العلماء قالوا كمان إن في حوالي مليون منها مهدد بالانقراض وفقاً لتقرير صدر في 2019 عن منصة العلوم والسياسات الحكومية التابعة للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية. وأكدت الدراسة على نقطة مهمة، وهي إن عدد كبير وكتير من النباتات والحيوانات بياناتها ناقصة، والأنواع دي صغيرة في الحجم وعايشة في مناطق نائية، وقسم كبير منها في وسط إفريقيا ومدغشقر وجنوب آسيا. علشان كده الحالة الطبيعية ممكن تكون أسوأ من اللي العلماء عارفينه في حالة التأكيد على صحة هذه التنبؤات. طبعاً استمرار ارتفاع درجات الحرارة بيؤثر على الكائنات الحية اللي موجودة على الأرض سواء حيوانات أو بشر، على كل شيء الحقيقة، وعليه يعني العالم ينتبه لخطر التغيرات المناخية وخطر ارتفاع الانبعاثات الكربونية اللي موجودة. ارتفاع درجات الحرارة ما بقاش دول بعينها اللي بتتأثر بالتغيرات المناخية، ولكن العالم كله، ده بقينا بنشوفه. يمكن أوروبا السنة دي تعاني في الصيف من ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق، ما شفناهوش قبل كده. لندن درجات الحرارة وصلت فيها لحاجة 40 درجة. صحيح، جفاف الأنهار كمان، احنا ما كناش بنشوف حاجة زي كده، والموضوع كمان مش متعلق بالجفاف أو بالانقراض الكائنات الحية، الموضوع وصل كمان لتأثيره على الأمن الغذائي العالمي، لأن المحاصيل مش عارفة ملامح الفصل اللي بتطلع فيه. الفصل كان شتاء أو كان صيف أو كان خريف أو كان ربيع، الفصل ده ملامحه اتغيرت، فلذلك احنا بقينا نشوف لجوء كبير جدا لصناع الزراعة أو المزارعين، يعني فيما يتعلق باستخدام تقنيات الصوب اللي برضو ما بتعملش الأكل بشكل يعني أفضل يعني.